رجعنا لكم مع ألف ليلة سورية وليلة سوريالية. وبعد ما راحت عربيات حاجة بالباشا وفتحي فات على دكانته، رجعوا تجار السوق على دكاكينه وخلص النهار وكل واحد رجع على بيته. ورجع فتحي على بيته لعند مرته وولاده مثل كل يوم، وشه معكر والهموم طامرته ومكدر. وبمجرد ما فات قالت له مرته: لك شبك كمان اليوم عامل مشكلة؟ رجعتي تتدخلي بشغلي لك حشكلي؟ لك كم مرة قلت لك لا بقى تحشري حالك بشي ما بيعنيكي؟ لكل ليلة بدي سمعك حكي أضربك وأزيكي. الله يسامحك يا فتحي، هيك عم تحاكيني أنا مرتك الأمورة؟ لك طول عمرك كنت تغازلني وحبيتني لأني لا طويلة ولا سنفورة، هلأ وبعد ما كنت تقول إني هبة من الله ومني صرت تشوفني شرشوحة وشرنة؟ لك يا بنت الحلال، لك أنت الوحيدة اللي بتعرفي مصيبتي وسبب وحدتي، وبتعرفي كمان إنه لازم شوف أكبر راس بهالبلد ليرجع لي مالي ولا تنفرج كربتي. لك آخ مصيبتك الكبيرة يا فتحي إنك ما عم تنسى مصيبتك وما عم تقدر تطلع من الماضي وما عم تنسى خيبتك. يخلصنا بقى، مالك أنت أول واحد بهالبلد انسرق ماله، هي بلدنا هيك، هي اللي بيرجع له ومعه شوية مصاري بيروح حلاله. نحن غلطنا لما رجعنا من هديك البلاد، ويا ما نصحتك تضل هونيك وتنسى هالبلد وكل هالعباد. دخلك شو استفدنا من بلدنا لما رجعنا له؟ رفقاتي بعد ما كانوا يقولوا عني ذكية وحلوة وحسيسة، بعد الغربة صاروا يقولوا عني خبيسة ومتكبرة وبحب الدسيسة، والشاطرة اللي بدها تقول عني شوفوا شلون رجعت من الخليج حليانة ومربوعة. يا الله يرحم لما كانت جوعانة بتشتهي اللقمة مثل الجربوعة. وصاروا بس يشوفوا أولادنا اللي شايفينهم نحنا مثل الحساسين يقرصوهم على الساكت ويقولوا سبحان اللي لبسهم أواعي لهالسعدين. وكل هاد بس لأنك اشتقت لبلدك وبدك ترجع له، ومن وقت اللي رجعنا وقفونا بمكتب الحدود. بوس ايدك يا نظيرة، لا تذكريني باللي صار معنا، انت بس ادعي انه مع الباشا الله يجمعنا. كل الناس بتمتح فيه وبتحبه، لكو بيلزقوا له صور بمحلاتهم وبيكتبوا عليها من حبك. بقى لما راح اوصل له اكيد راح يحاول يساعدني، ما راح يقول لي برات القصر من كبك. ايه بحبوه كتير 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 لانه بينحب هو. لك ايه والله بينحب، لك حتى الخطبة بالجوامع والمنابر ما لون سيرة إلا الباشا مسلام، وبيحطوا له صوره على العربايات والطنابر وبيذكروه أكتر من صلى الله عليه وسلم. هذا الباشا يا نظيرة جاي من قلب الناس، وهنن الغاية عنده وهنن الأساس. يا نظيرة الناس لازم تشتغل كلها سوا، والباشا ما بده تهذيب فبرك، وما لازم نوهمه أنه عنده الدواء. وإذا ما عملنا هيك رح نتعلق يا مرتي من رجلنا ورح نتمرجح بحبال الهوى. لكلنا بهالولاية مواطنين ورجلينا بالفلقة سوا، وإذا نوى الشعب يتقدم وإذا الباشا نوى رح نرفع لبلدنا علم رح يرفرف عالي بالهوى. لك هاد الكلام لبق تصرعني فيه، روح احكي لحبيبك الباشا. الباشا عم بيعمل جهده بس بده الوقت الكافي، بس حاشيته كلهم حرامية وعم يسرقوا من الموظفين راتب العمل الإضافي. لك جنة بتصير بلدنا يا نظيرة إذا الحرامية راحوا وكل واحد وعي دوره، ورح ترجع تتقارن ليرتنا بالدولار وباليورو. أصلاً ما كانت بلاد الأجانب جنان، لك كانت براري وقفار وبطاح، بس بالعمل والعلم والإيمان فتح فيها الزنبق وصارت محجة للسواح. والباشا تبعنا يا نظيرة كفو صدقيني، صحيح أبوه كان سفاح بس هو ولد وبتمه معلقة ذهب وشبعان، وعايش طول عمره راكب عرباية أودي ومرتاح. وبتصور هو ما بيعرف شو عم بيعمل ابن خاله وابن عمه، والله بس يعرف شو عم بيعمل رامي، بتصور رح يتبرى من أمه. ايه متعشى كل يوم بتصرعني بهالحكي اللي ماله طعمه، يعني لو ضلينا بالغربة مو كان أحسن لنا؟ على القليلة كنا شبعانين للقمة. ايه شو هالباشا اللي عشقانه وشاكل لي بدكانتك صورته؟ ما عم افهم كيف مو دريان بهالسرقات. ايه شو ببو مطهر وعم توجعه فرفورته؟ وبعد العشاء انطفى القنديل وقاموا نظيرة وفتحي ناموا. وهديك الليلة ما كان فيها لا قمر ولا ضو، وبالشوارع ما كان طالع غير صوت العو. اندق الباب دقة وحياتكن رقيقة، يعني ما بدقة غير أحسن طبال. قام الرجال من نومه نعسان ومن تعبه وصل على الباب وهو حفيان، وفتح لكن هالباب
وحزره شو شاف، عسكر شي بروس وشي بلاروس. يا أهلين يا أهلين بولاد بلدي، أنا ناطركن والله. لك ليش ما خبرتوني إنكن جايين؟ كنت استقبلتكن بالورود أنا ومرتي وولدي. ما تفكروني خايف؟ بعدين أنت يا أخي ليش هالعبوس؟ الله وكيلك، أنا لا إخوان ولا يساري ولا بتعامل مع الروس. مسكين فتحي، مفكر القصة مثل أيام زمان، وإنه التعامل مع الروس تهمة. مالكم بالطويل، مثل العادة حرس الباشا لا بيفهموا بكلمة ولا بعبارة. عيطوا عليه ورعبوه وهددوه إنه يمسحوا بشواربه بلاط الحارة. خاف كتير وارتجف من الرعبة، وصار يصرخ ويولول ويحلف بالكعبة إنه هو زلمة عم يمشي الحيط الحيط، وبيقول يا ربي السترة، وإنه ولاده بيجوعوا إذا ما راح على شغله بكرة. اتضايق قائد الحرس ومنه ضاج، ووشه صار أحمر مثل التنور الحامي والصاج، وبيحزم وبيشد قال له خراس. قام فاقت مرته من النوم وإجت لعنده وقالت له: لك سكوت يا نقا، وقعت وما في مهرة، ما شايف يا فهيم شلون وش الحراس مكهرة؟ أنا ما رح قلك شي غير خراس، لأنه هدول مفوضين، وإذا بتضلك عم تجعل رح يقطعوا لك الراس. وهو حافي وبالبيجامة أخدوه، وبدون ما يشرحوا له السبب بعرباية خيل مفيمة لحشوه. ومرته غرقت بدموعها وزعلت على جوزة، وخافت إذا ولولت يفيق أولادها أو يرجع شي حدا من الشباب ويضربها على بوزة. مشيت الدورية ومعها الرجال المعتر، وعيون الناس خايفة تطلع حتى على الخيل وهي عم تتمختر. ومشوا الشباب كتير لوصلوا للقصر، وطول الطريق هالرجال عم يتبهدل وينوعد بشوفة نجوم الظهر. وقفت الدورية عن باب السجن ونزلت هالمسكين، وأخدوه على قاووش كله ناس، شي مقهور وشي حزين. وبالقاووش يا سيدي ما في قرنة توقف، يعني مثل طنجرة معباية وعم تطفطف. وقف أخونا على رجل وحدة وحاول يفكر بهالعجقة، يا ترى حاجب الباشا وصل الحكي لقائد الحرس أو شي وزير أو شي حدا قريب من هالطجقة؟ بس ما عاد قدر يفكر بشي، ومخه سكر من الريحة، لأنه القاووش في حمام صغير وماله باب، والفوتة عليه فضيحة. ومرت ساعات طويلة وعلى رجل وحدة صاحبنا واقف، وكلمة وحدة مو مسترجي يحكي على أدمانه خايف. وفجأة بينفتح الباب الحديد، ويلي فتحه سجان فنان بمهنة التعذيب وعتيد، وطلع من وراه حاجب الوالي ونادى: المتهم فتحي الفرصة. نعم. لك احكي منيح احسن ما شلك، واعمل لك بهالقاووش بدان وساوي لك جرصة. حاضر، انا هون سيدي هون. وبعد ما رفع ايده صاحبنا وقال حاضر، ارتعب وحس انه حكم الاعدام عليه صادر. قرب فتحي لعند الحاجب ومدله ايده، أمسك هالحاجب بأسوة شديدة مثل يلي بيلعب وجيده، وحط له الكلبشة وسحبه مثل الجاجة يلي سحبها أسد، وهو بقلبه عم يقرأ الفاتحة وقل هو الله أحد، وأمر السجانين ياخدوه. مشوا بممر طويل وصاحبنا عم يسمع أصوات استغاثة، شي يستر عرضك وشي دخيلك وشي عم يقلن والله ما عندي بالسياسة فراسة. وهون حس صاحبنا أنه زنبه كبير وما في لمشكلته لا حل ولا تدبير، وصار يدعي لربه يخلصه من هالبلية. وقال لهم: شو يا شباب، من وين جايبين هالعضلات القوية؟ والله لا أطع لك هالزرية. لك ليش هيك شحطيني؟ مو ناقص غير تقولوا لي بدك حرية. امشي. ولكن شو القصة يا شباب؟ وين أخذيني؟ يا شباب، يا معلم، يا حبيبنا. امشي. 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 ولكن لك بتكركر من هون. لك أي لك خلاص. عم تسمعوا ألف ليلة سورية وليلة سوريالية على راديو سوريالي.